تتواصل في لبنان التوقيفات بتهمة التلاعب بسعر الليرة اللبنانية، والتي كان آخرها توقيف مازن حمدان مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان. تطور يأتي بعد أيام من توقيف نقيب الصرافين محمود مراد، لكن اللبنانيين يرون في المشهد حماية لكبار الموظفين على حساب موظفي الصف الثاني. هنا حيث رفع شعار يسقط حكم المصرف، سقط أحد موظفي البنك المركزي اللبناني في قبضة القضاء. أوقف مازن حمدان مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان بأمر من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بتهمة بيع الدولار إلى صرافين في السوق الموازي. توقيف يرى فيه مطلعون حماية لحاكم المصرف رياض سلامي. مازن حمدان خلال التحقيقات قال أنه كل ما كان يقوم به من صرف للدولار وبيعه كان يقوم به بأمر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي. لكن اللي صار امبارح إشارة القاضي علي إبراهيم المدعي العام المالي بختم التحقيق وإيداعه إياه بين وكأنه عم يفتدي لرياض سلامي. وكانت تهمة التلاعب بسعر الليرة اللبنانية قد أطاحت قبل أيام نقيب الصرافين محمود مراد، وهو أحد المقربين من حزب الله. الأستاذ مراد نعرف كتير منيح توجهه السياسي، رح نقول نعرف كتير منيح أنه كل خلال كل هيدي السنين كنا عارفين شو عم بيصير، ولكن طالما كان في هيمنة، طالما كان في غطاء حزب الله على أستاذ مراد، طالما كل هيدي المنظومة ما كان حدا قادر يدق فيها. هكذا هو المشهد إذن، توقيفات متواصلة منذ أيام، لكنها لم تمس حتى اللحظة إلا موظفي الصف الثاني، ما فسره بعضهم بمحاولات لحماية كبار الصف الأول. يقولون هنا إن تصفية حسابات تحصل تحت عنوان مكافحة الفساد. طرف يتهم حاكم مصرف لبنان بالتلاعب بسعر صرف الدولار، وآخر يتهم حزب الله بتهريب الدولارات إلى سوريا لحماية نظامها، فيما اللبنانيون تائهون بين الطرفين ويبحثون عن مخرج لأزمة اقتصادية يبدو أنها ستطول. علي رباح، العربي، بيروت. يبقى معنا من بيروت علي رباح. علي، ماذا تكشف هذه التوقيفات المستمرة وهذه التحقيقات المتواصلة التي تأتي في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة يعيشها لبنان، وأيضا انتقادات كثيرة لمصرف لبنان تحديدا فيما يتعلق بتداول قيمة العملة اللبنانية؟ نعم جمال، يعني في الحقيقة يمكن أن نتحدث هنا عن مستويين، المستوى السياسي وهو المستوى الأول، إذ يعني جميع السياسيين طبعا في الحكومة يتحدثون عن مرحلة انطلاق مرحلة مكافحة الفساد إذا صح التعبير واستعادة الأموال المنهوبة. طبعا بدأت هذه المرحلة مع توقيف نقيب الصرافين محمود مراد قبل أسبوع تقريبا، يعني وتواصلت اليوم مع توقيف موظف في مصرف لبنان وهو مازن حمدان. إذن هناك أيضا على المستوى الشعبي لا يوجد هناك رهان على ما تقوم به الحكومة، خاصة أن هناك انطباع بأن يعني هناك تسوية تقضي في نهاية الأمر بأن يكون صغار الموظفين مجرد كبش محرقة مقابل حماية كبار الموظفين. زاد هذا الانطباع اليوم طبعا مع ما تسرب من داخل التحقيقات مع مازن حمدان أمس بأنه اعترف بأن رياض سلامي حاكم مصرف لبنان هو كان على علم بما يقوم به مازن من بيع وشراء الدولار في السوق الموازي. طبعا لكن هنا يعني القاضي علي إبراهيم المدعي العام المالي قد ختم المحضر، وهو ما زاد الانطباع بأن هناك من يحمي رياض سلامي. طبعا يعني اللافت هنا جمال بأن القاضي علي إبراهيم هو مقرب من الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله، وهنا طبعا تدور شكوك هل يريد حزب الله بالفعل حماية رياض سلامي أم أن هناك طبخة سياسية ما تحضر في لبنان. علمنا أيضا جمال يعني من أوساط المصرف المركزي بأن هناك تظاهرة سيقوم بها موظفو هذا المصرف تضامنا مع زميلهم مازن حمدان يوم الاثنين المقبل. أيضا ربما جمال يمكننا التحدث عن ملفات
فساد جديدة بدأت تظهر في لبنان، وخاصة مع ازدياد الحديث عن تصدير مادة الفيول والطحين والقمح في ذروة الأزمة الاقتصادية اللبنانية إلى سوريا، طبعا لتأمين هذه المستلزمات للنظام السوري. طبعا الإعلام الآن يتحدث عن هذه الأزمة، ومن من المتوقع أن تشهد الساحة اللبنانية ربما متابعة حثيثة لهذه الأزمة. شكرا. في الأيام القليلة المقبلة. علي رمح، نعم، مراسل العربي من بيروت، شكرا لك.